كتاب الحج والعمرة إضافة جديدة لمكتبة الثقافة الإسلامية، إذ أنه يحتوي على العديد من الشروحات التي توضح ما يحتاجه زوار بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة. كتاب عزم كاتبه علي أبو الحسن ابن موسى إلى تأليفه بعد رحلته لأداء الفريضة ورؤيته بأم عينه لمختلف المقدسات والشعائر وعيشه لبعض الصعوبات التي يواجهها الحجيج أثناء إقامتهم لأداء مناسك الحج في هذه الرحلة الإيمانية، ويطرح أيضا فيه أفكارا تساعد المسؤولين عن تنظيم إجراءات الحج وإرشاد الحجاج للقيام بواجباتهم الدينية بكل سهولة في الأماكن المقدسة كما ورد في الكتاب والسنة. النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحدث عن هذا الكتاب الذي يراه إنجازا عظيما. يعتبر هذا الكتاب رحلة إلى الحج، لأن الكاتب حدث في هذا الكتاب من بداية رحلته إلى الحج من بلده إلى الأراضي المقدسة باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نقدم له الشكر الجزيل. ثمة مداخلات أتاحت فرصة للحاضرين بالتعبير عن شعورهم وفرحتهم تجاه هذا العمل الجديد الذي يبشر بالخير للجميع. علي أبو الحسن بن موسى من مواليد جمينة في 20 من شهر أكتوبر للعام 1966 ميلادية، تخرج من المركز الوطني العالي للضمان الاجتماعي في سانت أتيان بفرنسا، حاصل على إجازة في الإدارة والاقتصاد التقني، يعمل مستشارا فنيا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تشاد.